البنات كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، الامور هانيه صحيحه لاباس ان شاء الله، كاع تكونوا بخير وعلى خير، مرتاحين هانيين، كلشي مهني، كلشي على خير الحمد لله. شكرا لكم على التعاليق ديالكم الجميله، الله يعطيكم الخير باش نتوما تفاري انه ليكونوا صفرين عاوتاني، لانه يلا غمست كنشوف جوج صفرين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله قالوا لي، قالوا لي داك تي دايره لو جيل، واخا تمسحي بداك الماء ديال الصباغه راه غادي يتحيد لك داك الشيء وما يتحيدش لك لو جيل. درتو لي في بالي، المره الجايه غنجرب ونشوف داكشي كيفاش غادي يصدق، لا صدقات ليا غنبدا نديرها. ماري شوفوا البنات كيولي، انا شوفوا الصيف شوفوني سمراء، كيعجبني السموريه في الصيف، مايمكنش وجهي يبقى بياض ويديا بيضين والرجلين بيضين، لا خصني نسمار، الا ما سماريتش يضرني خاطري، يعني راه ما صيفتش. وبالنسبه للبنات كانوا سولوني قالي اسي شنو هاد اللعيبه ديال الراس، ما غاش تكونوا جداد، لانه البنات القدامات راهم عارفين، يمكن مرحبا بكم، مرحبا بالجديد بالقديم اللي دخل يلاه دابا مشى هو مرحبا به، شرفتونا وكرمتونا الله يحفظكم. نوريكم واحد اكزومبل بابا شنو راسم، بابا راه رسام كيما عمرو ما قرا على داكشي، غير هوايه حيت هو كانت عنده خدمه خاصه شحال هادي. اكزومبل شوفوا هذا ريشه، الريشه ديال الريشه ديال الطوس، شفتوا الريشه ديال الطوس. واحد الاكزومبل اخر شوفوا تيبقاو بيا عرفتي شنو هذا، هذا الورد كان عندنا في الدار الى عقلت واحد الايام في الصيف، كنا شريناه موف في الصيف وكان رسمها صيفطها لديك الساعه باقي ما جاتش عندي للدار، غير تصورت التصويره ورسم عليها. شوفوا حتى من العود عرفتي راه بخشير شي موت بالضحكه ليا داري بوك خاطر حتى من العود بنت، شوفوا ديك العود اللي عندنا في الجريد ها هو تا هو رسم. شوفوا انت تعودتي داك الشيء واعر شتو كيداير لنا داك الشيء. تخيلوا معايا حتى هاد الطابلو راه كيتباعوا يعني واجدين باش الواحد يصايبو، كاين هو صايبو من راسو، حتى هادو كيديروا من راسو. ها انتو عمر دنون كان كيصيب دي طابلو كان كيبيعهم كهواية، يعني في لقيت الفراغ حتى كترشق شي صايب شي حاجه كدار واحد البلاصه شي يبيعهم، ولكن حاليا لا، ولكن راه شجعت قلت لي دير الباج راه الناس يشريو من عندك، يعني راه شي حاجه اللي زوينه باليد وكيبقى داكشي الزيتيه ديال الماء وراه عارف داكشي. طب انا شوف واعرين واعرين هذه حتى بغيت نبينها لكم زوينه، خديت هاد اللعيبه هذه باش تبداو تشوفوا لي داكشي مزيان يبان لكم واضح. ديتها اخر مره واخا ما صحيحاش بزاف الصراحه، حلت عندي في الدار هي ولكن غير راكم عارفين مشات ليا انتم شو كيطيروا من داك لي بارتي. المهم انا شديت الكاميرا وتصور ليا مزيان، هذا هو اهم حاجه شفتوا الحال من هاد الشيء الميكات، لانه ما تنبغيش الميكات تقزقزوا ليا في كل مكان. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. هادشي اليوم نموت لك حلا ديال الصاف بعدا بريطانيا ما كنتش كيكون جات غادي تخمم مع اليوم السبت 27/10 نموت لك حلا، قالوها في الاخبار صيفطوا ميساجات للناس في التليفونات وقالوا حدا من هاد الصاد، لانه حنا ما نموتوش في الحراره الصراحه في بريطانيا ما نموتوش فيها، والناس ديال الحم ديالهم ما تيتحملش الحر. اش دابا فيك شكون؟ You okay? Yeah. I also have the same bed. You've got the same bed? Yeah. Where is Abba Ahmed? Where is he? Ah. 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 زوين اي اي واخا عليك واخا ديالنا داكشي مخير زوين هادشي عشان دابا جلسنا وردينا البال شويه داك الكولور مختلف، حبيت تحس الكولور ديال البلاكار مختلف شويه على هذا ياك بلاتي اه فونسي الاخر فونسي الاخر باهت عشان ملي تتقضاي قال لي بابا صافي ماشي مشكل دابا قلنا لي حنا كومبلي داكشي واحد شويه شويه ولكن جا مع صورتي اه صورتي يا صورتي ما كاينش شي حاجه كثيره
حنا زعما قلنا يلا انا مع ملاحظه جا مزيان هنا جا مزيان دابا هذا كيشمل هذا شي قلتي اصلا شي ما راه ماشي شي حاجه كثيره شي حاجه كثيره ولكن راه قري حنا قلنا لي زعما كلشي يكون شوف نو اوف كورس ما كاينش شي عجبني لا لا كاين حل مع راسك صافي شوف انت المضربه ودرت حشاني ديال الناموسيه مزيان المضربه مدرس قال لي راني شايف الفيديوهات سيري داكشي طوب ياك داكشي امبيكابل امبيكابل والله تعرف كتقول امبيكابل كلمة ديال شحال ديال راه لا داكشي تبارك الله الله يحفظك زوين ياك لا لا في المستوى داكشي تبارك الله الله يبارك دابا هادو كاملين واش نقول لك ست حاولت انني ناخذ 24 كيسه 24 هذا ماشي 24 12 من الحاجه باش داكشي يجي مزيان لا لا مزيان دابين زرزاشي يجيو مع البراد والاخر هما البراد شوف الكيسه الاخرين كيجا شوف الثاني معك كاينه العود هذا حيت راه حطينا كانوا كيسكي بيركيو بيه لعيباش عشي بابا الطباس الصغارين يلا لقيتهم عافاك شغل لوحهم ما بانوش ليا كنقول فينا ما واش معطاوش ليا حاجه قلت راسي خلصتهم عاد انا نلقاهم صافي خير عاد لقيتهم هذا كنت غنلوحهم لوحهم في الدار ما شومش حبيباتي هذا هو البيت النعاس عندو غشو الكاميرا ها نتوما هذا هو بيت النعاس مازال خصو الدريه ديالو هذا هو البيت ديال النعاس شتو هنا راه فيه واحد الستر فوق تقدر ديري فيها المانات تقدر ديري فيها المانات شحال من حاجه والبلا هذا استغفر الله هذا دا الشرجم مازال خصو يتنظف لي احمد جاغي جاب بابا الانسولين لانه بابا كي درت الانسولين ديالو عند احمد في منين ديال السكر كي دار عند احمد في الثلاجه ديالو في الدار ايوا صافي حيت غادي تخسر لي راكم عارفين الانسولين جات بدا في الثلاجه جابها لي دارها حنا اللي غادي عنده كنا خارجين الساعه عينا ونسينا ما دزناش عند حمد المره كنا خارجين باش نعاودو نخرجو عينا قلت بابا اللي خرجنا عرفتي راه ما نقدرش نكمل هادشي عيط ليه الا قدر يجي ليا الا ما قدرش يجي خلي يقول لي غنجيو عندك من بعد ساعتين حتى نكملو هادشي الساعه جا هو فك علينا ايوا دابا ديك قبل ما ننسى البنات خليت لكم هنا الرقم ديال خويا احمد البنات اللي باغين المكمل ديال الشعر وباغين الفانيد اللي كيضعف اللي كنستعملو لنفسي شخصيا البنات اللي تيسولو الشعر كيفاش طوال وكيفاش ضعافيت هذاك هما اللي كناخذهم راه عند خويا احمد الله جا ستوك جديد كما قلت لكم البنات تواصلوا مع خويا احمد راه كاين الفانيد ديال الضعف وديال الشعر ستوك يلا عاود جا ستوك اخر راه طاروا به كامل البنات حاولنا البنات انه نعاودو نجيبو لكم مره اخرى واخا يبان لكم غير باش نوضحها لكم هنايا لومبالاج راكم عارفين الشركه كتغير مره لومبالاج كان الفانيد ديال الضعف احمر ولا اخضر وبالنسبه للفانيد ديال الشعر حتى هو شحال ديال البنات القدماء اللي كانوا كياخذوا ازرق راه عاودوا خداو ولقاو نفس المفعول ديالو دابا دايرينو في الغوز داك التيكيتا ديالو فاللي بغات مرحبا بها راه فعالين راه كنت نستعملو من راسي انا كاع ما كنت نبغي كاع نجيبهم وما عمر ما طاحت لي الفكره البنات اللي قالوا لي بحكم انه المغرب ما كاينش عندنا جيبيه لينا ولينا كنجيبوه لكم واخا كنلقاو فيه بزاف العراقيل ولكن كنجيبوه لكم تحت الطلب ديالكم المهم هنا البنات بديت تخمال هنايا لانه ما بغيت ما جاتش نحط الناموسيه على الوساخ وداك الشيء راكم عارفين الدار كانت سيقات واحد المره ولكن كل مره كيجي الجديد كل مره كتجي تحت حاجه وداك الشيء كتوسخ الدنيا صافي فركت البيت النعاس مزيان وانا البنات كيقول لي اسي واش ما كتخرجيش داكشي كنخرج البنات نهار كامل راه كندوزو غير خروج علاش كتشوفوني كندير هادشي بالليل بغيت كنفك عليا راه الصحه على قد الحال ولكن راه مجاهدين
واقفين بقدرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، شنكملوا هادشي إن شاء الله. علاش خليت الأرض مرقدة؟ في المرة كما عرفتي قد ما رقدتيها قد ما تتخرج الأرض مزيانة، خليها واحد شوية باش غادا نبالي بيها. تخفت، حاولت أنني ما نكثر جابيت بزاف، لأنه آخر مرة بلي الكل هو تيحرق من هنايا، شي مجهد داك البرودوي ما غنستعملوش، فقط درت قطار الجافيل وداك التيت وداك هذا الصابون هذا فيه صالي كروا صافي، وصابو البلدي، صابو البلدي تيخرج الأرض زوينة. البلدي لالا البنات، هذاك التيد اللي شفتو اللي هذاك الصابون اللي شفتو في 5 إطر روح سولوني عليه البنات، سيرو غير عند مول سانيكرو قول ليه بغينا هذاك التيد ديال داك الصابون اللي مخلط مع سانيكرو اللي فيه الريحه 10 غزال. انا صراحه عمرني ما شفتو بحكم انني ما عايشاش في المغرب وما تنطيقش وداك الشيء، فصاحبتي وراتو ليا، هذا هو اللي كاين. فهنايا صافي المسحه الاخيره، الجفيفه الاخيره، الدنيا ولات على مزيناتها. عرفتي الريحة كي ولات؟ واعرة، ريحة سانيكرو وجافيل. متنعش هاديك، هاديك راه معكسة، تا حراميات هاديك من دابا. صافي دابا غنبداو ندخلو في الناموسية، بابا كان شاد دارين والله ما بغات تنعس ليه. بابا يدور مسكين يقول لي والله الا سخفناك معانا قد جيتي تفوجي وجيتي ضربه، قلت لي انا راه جايه على قبلك انايا، شي كلو كنديرو على قبلك نتايا، على الاساس هو نتايا، الا شفت كنت فرحان وداك الشيء راه كلشي غيكون عندي بخير. صافي انا بشي شي حنا نكمل انت جيتي فوقاني فين؟ ها جيتي فوقاني بحال بحال هذيك، هذه داشي بحال بحال بسم الله. بسم الله. آه يا عمر. هنا الكوافوزة البنات، يلا غادي نديروها في هاد البلاصه هادي، وبخص المرايه ديال الشاج بتو، قلت لبابا ما نلصقش لك الجاجه، قال لي غدو مشي ليه، حتى الكولور ديال بيت الناس غيبان لكم بلاكر شويه مختلف الكولور ديالو في النهار، حيت حنا خديناه في النهار، ولكن من بعد كان كيبان بحال بحال، ولكن بالليل تيبان شويه الاختلاف، غير شويكيك اما راه غادي ليه بحال تقولوا اللون مهرس شويه، داك اللون هابط شويه على داك الكولور. فقلت لبابا قلت لي صراحه ماشي مشكل، ملي طلع النهار قال لي صراحه ما كاينش الفرق، قلت لي حاجه وحده غادي ديرها، داك اليدين كيبانوا صفرين بلا ما نبداو نفصلوا على قبل اليدين، خليه وشري ليه بيزاكراس داك اللعيبات اخرين في نفس الكولور ديال اليدين، ولكن لا شفتو راه كاين مجرد حتى نفس الكولور ديال داك اليدين ديال المجوره ديال المرايه. الشكل ديالو النهائي الحمد لله، هذا هو الشكل النهائي ديال البيت الحمد لله. قولي لي كيجاكم الناموسيه؟ هادي القناتيه ديالو، غير بابا تعصب قال لي هذا كنحس بيه مغير اللون ديالو، قلت ليه راه ماشي بزاف كاع، شتو نتوما متقاربين؟ قال لك لا كنحس بالكولور ديالو مختلف ما تيشبهش ليك. قلت ليه اخويا لا بغيتي ما تشابه 100%، قال لي غنمشي نضرب دور عند مول المحل ونصور ليه هذا وهذا ونقول ليه ما تيتشابهوش. ايوا صافي كنتي تشوف انت حسيتي براسك مع مشينا في ديك الوقيته كان شويه مظلم عندهم المحل شويه مظلم ما باش لينا بزاف، تيشوف مع راسك. وهنايا هادي حتى هي خصو يعطينا الجاجه ديالها، ما قال لينا والو، حتى هي غنسولو مول المحل باش يعطينا الجاجه ديالها. شتو هانتوما البلاصه هادي، دابا هادي خصها الجاجه ديالها حيت ما كيلصقوهاش فيها كيخافوها تهرس، تا كتاخديها عاد شي يلصقوها عليك. ايوا هادشي اللي كاين البنات، قولوا لي كيجاكم هادشي؟ الله يدخلوا عليهم الصحه والسلامه ان شاء الله، دخلوا على بابا الصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر، كل ما هو جميل ان شاء الله. المهم مازال باقي خاميه غادي تحول من لهي، حيت انا كنت عطيت لبابا واحد البروغرام ان البيت يكون تما، ولكن مني بان لينا هادشي راه البيت تبارك الله الشو راه كافي وباقي تيسع خير مولانا، غنجيبو الخاميه هنايا ونركبوها هنا ان شاء الله حتى الغدا. انا صافي عييت. المهم حبيباتي الغاليات، يلاه صباح الصباح رجعت فيها الروح، يبان لكم مع باش رجع فيها الضو. صافي بابا قال لي والو تباتي في البيت، قلت ليه والله ما نبات في هذا بيت خليه لك
الحفال باش فيبقاش انا في الصالون. صافي ماشي يحس بالبيت ديالو من دابا يدشنو يدشنو هو مولاه. والحمد لله دات كلشي على خير. كيما شو لا كيما شو البنات دات كلشي على خير الحمد لله. واخا كانت شويه القضيه قاصحه لانه الظهر كيضرني البنات. الا تعرفوا شي حاجه مزيانه الظهر عشان عندي مشكل في الظهر من النهار اللي ولدت وانا عندي مشكل كيضرني ظهري بزاف بزاف لواحد الدرجه ما تتصورش. اختي ما عرفتش كنقول نمشي للطبيب ما عرفتش حيت كان عندي السياتيك فاش كنت حامل راكم عارفين مع الكرشي خرجات بزاف فكان عندي السياتيك ودوزها عليا واحد التدويزه ما نقولش لكم. فدابا باقي كيضرني ظهري ملي مثلا تندير حركه بزاف ولا تنشقى بزاف وداك الشيء كينوض عليا الظهر. ودابا البنات غادا نجاوبكم على واحد التساؤل ديالكم اللي تسولوني عليه بزاف. اسمحوا لي بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه. بعد المرات ملي تنقول لكم غنقول لكم في الفيديو الجو ما تنقولش لكم البنات راه تنتلف وتنسى كنعيش معكم داكشي اللي انا عايشه في داك النهار وكننسى شنو قلت لكم لانه راه قولوا الله يحسن العوانه شحال من حاجه فوق الراس. يعني كتبغي تخرجي الدراري تمتعوا كتبغي انت تفوزي كتبغي تكملي هادشي و يعني كلشي فوق الراس فضروري خاص ضروري غتنسي. يعني راه حنا غير بشر راه تنسي فاعذروني الا قلت لكم شي حاجه غنقولها لكم وما قلتهاش لكم غير ذكروني في الكومونتيرات راه غنقولها لكم لانني راه تنسى بزاف. اش بغيت نقول لكم كنقول لبابا لا ما عرفتش ملي واش كنصغر واش كنحس بيا انني طبيعيه. قال لي راه شحال حاجه فوق راسك راه الله يحسن العوان. قال لي راه ماشي غتنسي راه الحمد لله اللي بقى عندك عقلك. حاجه اخرى اللي بغيت نجاوبكم عليها البنات هي البنات كيسولوني اسيا فاش جيتي للمغرب زعما علاش ما جيتيش جلستي عند باباك نيشان. باش نوضح لكم واحد الحاجه بالنسبه لانايا علاش جيت وجلست عند جلست عند خويا احمد. بابا كان عطاني لو شوا اش قال لي. قال لي اسيا عندك جوج الاختيارات من غيرهم ما كاينش ثالث باش حتى نتوما تفهموا حيت نتوما لا فامي ديالك. مرات البنات تضربوا من نفس عليا تيبقى فيهم حال اسيا علاش وقع لك هكا علاش يعني وكاين اللي كتقول لي واش ما عندكش العقل واش هادي واش هادي. انا باش نوضح لكم شنو كاين وانا يوم ما تنبغيش نعارض بابا يعني ملي تيقول لي الحاجه ما تنبغيش نخسر ليه خاطره لانه كنبغي نمشي معاه داك الشيء اللي بغاه هو كندير ليه الخاطر ديالو يعني هذا هو اللي كاين. فعطاني لو شوار اختيار وكان باختيار معايا جالس باختيار كان كيسمع. قال لي اسيا دابا راه امك الله يرحمها توفات يعني ما بقيتيش تقدري انك تحسي واخا تجي لداركم تحسي براسك انك كاين شي حاجه ما هياش اختيار ديالك. بغيتي تجلسي عند خوك احمد بغيتي تجلسي في هذا عندي اللي بغيتي. فاش عطاني لو شوا اشنو قلت ليه؟ قلت ليه اش غدير خليني مع احمد. فاش احمد انا مفاهمه معاه يعني انا عندي خوتي ولكن احمد من الناس اللي قرابين ليا يعني كنتفاهم معاه حتى هو خوتي اخرين هما مفاهمين معاهم ولكن بحكم انه كيفلوغي وداكشي وكيبغي يبان في الكاميرا ف وزائد حاجه اخرى كنرتاح معاه اكثر. ديما تلقاي عندك واحد خوك كتفاهم معاه اكثر. فقررت انني نجلس معاه خدام وهذا راه كانت غير العطله ديال العيد الكبير اما هو راه خدام وداكشي هذا هو اللي كاين. فمن بعد كما شفتو منين وقع داك البلان وداكشي اللي وقع ما وقع صافي انا اختياريا انا اللي قلت لا يعني ما بغيتش نبقى صافي يعني كرامتي هي كلشي ما كنقدرش واخا ما عرفتش شكون يكون ما تنعقلش على الواحد لكن لا حتىج براسي ما مرتاحاش ولا ولادي ما مرتاحينش صافي تنزيد نعلق. هذا هو اللي كيلبس. اما خوتي راه بخير الحمد لله علاقتي بهم مزيانه وما كاينش شي حد اللي غيخاصني معاهم واخا ما عرفتش شكون يكون. هذا هو اللي كاين صافي هادشي اللي كاين البنات. فهذا غير تساؤل كتسولوا انا جاوبتكم عليه. هذا هو البلان علاش انايا جلست عند خويا ماشي انا اللي قلت غنجلس يعني تعطوني جوج اختيارات خصني نختار منهم واحد. وحاجه اخرى انه بابا شنو قال لي. قال لي اسيا انا اللي نفضل قال لي نفضل هذا البلان اللي قلتيه يعني انا ما بغيتش نقولها بفمي باش انت ما يدخلكش. راكم عارفين دابا الواحد منين كيبدل شي حوايج في الحياه ديالو تيعرضيه بحال تقول لي غادي تنكره. عطاك جوج اختيارات انت اختاري اللي بغيتي. فانا هذا هو البلان اللي كان عندي. كان عندي اختيار انني جلست مع احمد ولكن هذا هو اللي كاين يعني الحمد لله بخير وعلى خير الامور دابا و هذه الحياه يعني كل مره تكتشفي حاجه جديده وتتعلمي وحنا باقيين كنتعلموا. وبالنسبه لحاجه اخرى انه قال لي بابا الاختيار اللي يعني اللي اختاريتيه مزيان. قال لي انا خليتك انت تختاري ولكن اون فوا تقدر يعني قال لي بديت تجي دوزي نهار كامل معايا هنا اللي بغيتي. قلت له بابا واش كاين لا فراش لا والو يعني راه الشو راه الدص. قلت له شنو قلت له اش غنديرو حيت هاد الدار هادي خداها وكانت خاويه كانت ما راه دابا راه شي 3 شهور ولا مع 4 شهور باش خداها يعني كانت خاويه وما بغى يدير فيها حتى شي حاجه كان غير ساده. فهذا هو اللي كاين البنات. ف قال لي تتعمروا داكشي وبديت باشي هنايا باش قال لي ما بغيتش الدراري ولادك يتمحلو ما كاين لا فراش لا والو على الدص وداكشي. ولكن ملي اضطرينا انا راه كنت بغيت نتبدل نكري حيت البنات قالوا لي اسيا من الاحسن نكون كريت وداكشي.
انا راك بغيت نكري، وكما قلت لكم يعني الحمد لله ماشي زعما دول بلا اللي كان عندي في الاول فاش كنت بغا ننزل، ولكن بابا قال لي لا مستحيل تمشي تكري، ما نخليكش علاش تمشي تخسري فلوسك، علاش غتمشي شي بلاصه اخرى، بقاي معانا يعني هذا هو اللي كاين. فمن بعد قلت لكم منين جيت عنده للدار قلت ليه راك صراحه كنت بغيت نمشي تكري، قال لي عشي كون درتيها كنتي غتضيعي فلوسك وترجعي لداركم. زائد حاجه اخرى انني قال لي كنت غنتقلق عليك بزاف بزاف بزاف، لانه بحال شي خصك تشاوري معايا وما تمشيش ديري داكشي اللي قال لك راسك ليا، حيت الشيطان راه كيدخل في هذا الشيء. دوزي جلسي في داركم راه عندك دار باك زيدي جلسي. فهذا هو اللي كاين، قلت لي صافي يعني ما بغيتش نعارض انا، والله حتى كنت غنمشي نكري تخبيه بس عم بقى المهم ما بغيش نخسر لي راكم عارفين. فهذا ما كان لبناش احنا غادي ندق دقه الحمد لله، بعدا خدينا سميتو الفراش وهذا الشغل كل حاجه كتزاد عشان كتبدل عليك الجو ديال الدار، جا مزيان هادشي حاليا الحمد لله، وباقي تقسطاش كل واحد ومستقبلا ديك الساعه ما يقادو داكشي اللي عجبهم شي حاجه اخرى يزيدوها هما، وهذا حنا كنديرو الاساس، الاساس هو كلشي، اما داكشي ديال التقسطات وديكورات صغيره وداكشي الواحد يزيدو من راسو على الذوق ديالو يشوف هو شنو اللي غادي يناسب واللي يسلكو. المهم بلاش ما بغيتش نطول عليكم بزاف، شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده وعلى الكلام الجميل، و وكونوا مرتاحين عليا حيت انا عارفه البنات بزاف كيقول لي اسيا واش ما مرتاحاش واش هذه، الحمد لله فرحانه بزاف انني في المغرب، وفرحانه بزاف انني كنتعلم حوايج اخرين، وفرحانه بزاف انني مشيت زرت ماما يعني راه بزاف الحوايج علاش جيت على قبلهم، وهذه المجيه هذه ما جيتش غير باش نفوج، انا راه قلتها لكم تام قلت لكم راه كان عندنا بروغرام اخر بصراحه هذا الصيف كنا غادي نمشيو للعراق، ولكن مني جا الموضوع ديال الزواج ديال بابا قال ليه باختيار قال لي حنا ناجلوا كلشي على قبلك المهم شوفوك مرتاح. ففعلا هذا هو البلان اللي كان يعني ما جيتش انا، كاين بلاص كيقول علاش ما تفوجيش علاش ما ديريش البلاص، انا جايه حجه وزياره كما تيقولوا، هاد لقيتها دايراها جيت بكري خصيصا باش نكمل بابا المشاكل ديالو داكشي، شفتوا لدرجه انني غيبت ولدي المدرسه لانه يعني باقي ما دخلش في داك الجديديه، يعني مشيت بكري باش نختم لهادشي بابا هادشي نقادو ليه ونصايبو ليه، لانه باقي متابعين لنا حاجات اخرى ان شاء الله اللي غنبارطاجيو معكم وتعرفوا. ومازال ان شاء الله غادي يكون وقيته اللي غادي نرتاح فيها، نتوما غادي تعيشوا معايا جميع اللحظات، ما كنبغيش نحرق لكم المراحل ونرونكم بزاف. المهم بلاش بوسه لكم كاملين، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، السلام عليكم.